حبايبي الغاليين كل سنة وكلنا طيبين. الحلقة دي تنفع جدا جدا انها تكون اول يوم العيد. ليه بقى؟ علشان احنا بقالنا كتير ما اكلناش سمك، ودايما بنفتكر السمك في اخر ايام شهر رمضان الكريم وطبعا اول يوم العيد. النهارده يا جماعة محضرة لكم سفرة سمك ما حصلتش. اشكال من السمك النهارده هنعملها مع بعض، كلها سهلة وبسيطة وحلوة جدا. مش كده وبس، كمان صدقوني لو اكلتوها في المطاعم اللي هي بتعملها حلوه وعلى حق بصراحه وبتكون حلوه جدا، غاليه جدا جدا جدا. حلقه النهارده يا جماعه صدقوني سفره خطيره لاول يوم العيد، سفره سمك تحفه. اول وصفه معايا هي البوري. البوري يا جماعه مش بس يبقى مشوي، البوري يا جماعه لو عملتوه صينيه، او مش بس في سيخ، لو عملتوه صينيه زي ما انا بعمله، انتوا هتاخدوا بوري ليه طعم تاني. مقاديره بسيطه جدا، عباره عن خضار وشويه زيت وليمون وخل، والطعم بقى ما اقولكوش جبار، بقول شعر. طيب تعالوا النهارده نعمل، وزي ما بقول لكم اعتبروها سفره اول يوم العيد، يا رب يعود علينا كلنا الايام بخير، هتعجبكم جدا. طيب اول حاجه عندي هنا سمكتين بوري متنضفين، شايلين القلب، مش فاتحاهم خالص ولا عامله فيهم اي حاجه تانيه. عايزة بقى طماطم متقطعة صغير، شبت وبقدونس وكزبرة، كرفس، ليمون معصور، ليمون كبير متقطع كده حلو علشان التزيين، نص كوباية خل، وبطاطس وبصل وزيت زيتون، كمون، ملح وفلفل اسود، فلفل حامي، فصوص ثوم، هريسة شطة. نقول تاني المقادير، يلا بينا. سمك بوري بالزيت والليمون خطير. عباره عن ايه؟ سمكتين بوري حلوين، طبعا تقدري تضاعفي الكميات زي ما انت عايزه. طماطم متقطعه صغير، شبت وكزبره وبقدونس، كرفس وعصير ليمون، وليمون متقطع علشان التقديم وعلشان كمان بحب احطه مع الخلطه، نص كوبايه خل، وثلاث بطاطسات حلوين متقطعين، وعندي هنا كمان بصل مقطعاه جوليان، وعندي زيت زيتون وكمون، ملح وفلفل اسود، وكمان فلفل حامي، وفصوص ثوم، وهريسه شطه. متفقين؟ متفقين. بصوا كده، اول حاجه هجيب فصوص الثوم عندي اهي، واروح طبعا ممكن لو عندي ثوم مفروم ماشي، بس انا بحب كده فصوص الثوم تبقى طرنشات في الاكله دي زيها زي الخضار اهو. تمام كده، عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت خالص لا في تنفيذه ولا في الفرن، وبيتقدم في الطاجن. يعني هتعملي سفره سمك النهارده باقل كمان كميه مواعين ممكن تستخدميها. طيب اول حاجه بقى انا عندي الطاجن ده هرصصه بايه؟ بالبطاطس الحلوه عندي اللي متقطعه رفيع، يعني اتخن من الشيبسي حاجه بسيطه علشان ما تاخدش عندي وقت. ليه؟ لان انا عندي كمان البوري ما بياخدش وقت، تمام؟ فخلوا بالكم من النقطه دي اهو. وبعدين عندي هنا البصل، هاخد حبه كده واحطه هنا. عندي بقى الليمون، اخد حبه واحطه كده. عندي ايه بقى هنا؟ فصوص ثوم برضو بوزعهم. عندي ايه هنا كمان؟ كرفس، بوزعه كده. طاجن بامانه ما هتاكلوه في اي حته، من حلاوته انتوا مش متخيلين، انتوا ممكن يعني كل اسبوع تعملوه. اروح اجيب ايه بقى؟ اروح اجيب البوله بتاعتي بعد ما خلاص خلصت الطاجن. بصي بقى هنحط كل ده، ايه هو؟ بقدونس وبصل، كل ده، وكرفس، وشبت، وطماطم، وفلفل، وليمون طبعا كتير، وخل. هتاخدوا حشوة مسكرة، وعندي هنا بقى الثوم الشرايح اللي انا قطعته معاكم، وعندي هنا كمان الكرفس هقطعه اهو. تمام اهو، عندي هنا كرفس برضو، روح مقطعاه كده
بالسكينة علشان احطه زي الخضار اهو. انا بحط تحت وفوق. تمام كده واروح حطه. الحشوة دي بقى غرقوها زيت زيتون. غرقوها كده زيت زيتون. خلاص طبعا ليمون واكيد خل. احنا اتفقنا. حبة حلوين كده. وبعدين بقى نروح نجيب بهاراتنا اللي هي بسيطة جدا. ادي الفلفل الاسود وادي الملح وادي عندي هنا البابريكا وطبعا الكمون. هعمل ايه بقى؟ اوسع بقى كده كله علشان انا قفلت خلاص عندي الوصفة خلصت. هروح جايبة بقى البوري الحلو ده اهو حطاه كده خلاص. وعندي دي بقى الحشوة اروح مقلبها كلها. شايفين الصوص اللي نازل منها خل وليمون وزيت زيتون ومتبلة بقى بالثوم وبالبصل والطماطم والخضرة. الخضرة بقى دي بتدي طعم تاني للوصفة دي. شايفين الصوص الخطير اللي نازل منها اهو. شايفين الصوص ده؟ الصوص ده بقى عندي هيرو بالنسبة لي. تمام؟ وبعدين قلبها بقى. احشي قلبها على قد ما تقدري. اهو حتى عندي هنا فين الراس بتاعتها. ليه؟ انا عايزة طعمها لي طعم خطير. الريحة اساسا يا جماعة من قبل ما ندخل الطاجن ومن قبل ما يستوي ريحة البساطة والخضرة طالعة. اروح حاطة هنا باقي التتبيلة كلها كده اهي. كلها باقي التتبيلة تنزل معايا كده خلاص. عندي بقى هنا معلقة هريسة شطة هروح حطاها برضو معايا هنا بتديني طعم حلو قوي. بس هحاول ايه افتح بس كده. دي اختياري بحطها هنا كده اهي. بتدي طعم رهيب يا جماعة. مزازة ولذاذة. بس كده. واخر حاجة بحطها شرايح الليمون. الطاجن ده بقى انا بغطيه. مهم جدا ان انا اغطيه عندي بورقة زبدة وفايل اهو. الطاجن ده تجربوه وتدعولي. يشرفك في اي عزومة. يشرفك في اي سفرة. هيشرفك قدام ولادك. هيشرفك قدام نفسك والله وانتي بتاكليه. انتي مش متخيلة هتتبسطي منه ازاي. تعالوا بقى نغطيه كده زي ما اتفقنا. ورقة زبدة وفايل اهو. الخضار هيبقى واخد من كل الطعم ده. وادخله الفرن بقى يا جماعة درجة حرارة 200 كده. واسيبه طبعا الفرن يكون سخن قبلها. واسيبه مش اقل كده من ساعة الا ربع. وبعدين اكشفه واشوف بقى ليه ساعة الا ربع. علشان الخضار يستوي. خلوا بالكم البطاطس محتاجة انها تستوي. تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني من سفرة اول يوم عيد. استنونا.